مرحبا، اليوم عندنا تحدي بين جيرمان وهاسكي. طبعا جوا راح تكون النجوم التقييم منهم، وبالخانة البيضاء اللي راح تكون النقاط. بس للعلم انه ماكو كلب احسن من كلب، انه لا جيرمان احسن من هاسكي ولا هاسكي احسن من جيرمان، انه ياه المناسب لك نتعرف عليها بعد الانترو. يتراوح وزن الهاسكي من 20 كيلو الى 27 كيلو، ووزن الجيرمان من 22 الى 40 كيلو. متوسط للهاسكي من 12 الى 15 سنة، والجيرمان من 9 الى 13 سنة. الحراسة، الكلاب الهاسكي انه معروف عنها انه يتحب الركض، انه هي اصلا عاملة وتجر عربات، فانه حتى لو انه تدريب مكثف لها، بس بالاخير هي مو انه وظيفتها الحراسة، بعكس الجيرمان انه وظيفتها حراسة، يستخدمون الشرطة. اكيد كسب ويانا كلب الجيرمان. تدريب الكلاب الهاسكي تتدرب، وانه كلاب الجيرمان ما نفس الشيء تتدرب، بس الفرق بين الهاسكي والجيرمان، الكلب الجيرمان انه ياخذ الاوامر 100%، ممكن الهاسكي ياخذ الاوامر بس ممكن اذا طلع برا، يعني هو كلب عامل ويحب الركض، ممكن ما ياخذ الاوامر من عندك لانه حيكون مشغول انه يريد يركض، يريد انه يمارس الرياضه اللي يحبها، فانه يعد لتدريب مكثف على مود انه ينفذ هذه الاوامر. اذا انت من الملاك المبتدئين وما عندك اي خبره بالكلاب وحاب انه تجيب، ما تعرف بين الهاسكي والجيرمان، انا انصح انه الهاسكي. ليش انه الهاسكي؟ الهاسكي انه ما عنده الشراسه اللي مثل الجيرمان. الكلب الهاسكي ممكن اذا انت ما دربته صح ممكن يخرب لك بالبيت اذا ظل وحده، اما الكلب الجيرمان يحتاج لانه دائما قائد يكون عليه عمود يوجهه، فلازم انت تدخل تدريبات قويه عليه. فانت اذا الناس ما عندك خبره بهذا الامر، فانصح انه تاخذ كلب الهاسكي. الطاقة، الكلاب الاثنين عندهم طاقة، بس مع ذلك أنا أقول الهاسكي إنه طاقته كلش أكثر من الجيرمان، بس إنه اثنيناتهم يحبون الركض، اثنيناتهم إنه يحبون اللعب، اثنيناتهم يحبون التمارين، اثنيناتهم يحتاجون دائما يطلعون يمارسون رياضة خارج البيت، فتعادل بيناتهم. واضح طبعا انه كلاب الجيرمان ما تنسى وظيفتها هي حراسه، فهي اذا شافت اي حركه غريبه بالبيت ممكن تبدي تنبح عليها، وكذلك الهاسكي انه من نفس الشيء، الفضول اللي عنده اذا شاف شيء انه ممكن ينبح عليه، ممكن اذا شافوا انه كلاب انه من ينبحون عليه، بس هذا الامر ما يمنع انه هذا بالتدريب انه تنهي هذا النباح وتسيطر عليهم. معروف انه كلاب الهاسكي انه هي جاية اصلا من منطقة كلش ثلوج ومنطقة كلش باردة، لانه الكلاب الهاسكي تحب البرودة اكثر من الجيرمان، بس هذا ما يمنع انه الجيرمان انه ما يستحمل البرودة. انا ارجح انه نطي للهاسكي 5 نجوم والجيرمان 4 نجوم. طبعا الاجواء الحارة بالنسبة للهاسكي انه حتكون انه قاتلة له، اما الجيرمان انه نفس الشيء انه الحرارة الزايدة عليه مو زين، فانه على الاقل يكون المكان يكون بيظل عمود لا يتأثر. طبعا الكلاب هي ما تعرق من جسمها، تعرق هي من لسانها. إذا حبيتوا هذه الحلقة لا تنسونا بالاشتراك واللايك. كان وياكم توفيق، تحياتي لكم، مع السلامة.